انا اليوم بدي احكي عن منتخب لبنان بالفوتبول ولابس قميص ليفربول. ليش؟ لانه كليت قمصان وصلت انا خصوصا لمنتخب لبنان، اثنين كبينيهم بالكويت للجمهور اللبناني الكبير اللي حمسنا بتشجيع. بالفعل هو يلي عمل الفرق باستاد الصداقه والسلام بنادي قازمي، استاهل انه زدت له الفولاغيت على ليون الارزي، وهن اساسا كانوا كلهم اعلام لبنان واعطيناهم القمصان وقمصان اللعيبه. وحده بالمباراه يلي رحنا فيها على كوريا الجنوبيه بمدينه كامل شمعون الرياضيه، ما في قمصان لمنتخب لبنان بالسوق لانه ما كان في ايمان بهالمنتخب، ما كان في كيف بدي اقول ما بدي له قميص انه هالايتمز معتبره هيدي مانا كثير مهمه لانه ما عم نعمل نتائج. بينما هلا طلبات، ما بعرف قد ايه اذا في اوصف القصه، انه طلبات وضغط على شركات ادوات رياضيه من عالميه لحتى تطبع قمصان منتخب لبنان. نتامل يكون في عندنا قمصان كثيفه وبالالاف حتى نواكب فيها المنتخب بتصفيات الدور الرابع لقارة آسيا، التصفيات الحاسمة، تصفيات المجموعتين يلي بطلوا وصيف من كل مجموعة ديركت على المونديال. منتخبنا كتير منيح، عم يلعب بقوة، بفنيات، بإيمان، بعزم، بلعيبة عندهم إرادة إنه يقدموا كل اللي عندهم لحتى يروحوا يحترفوا برا، وهالاحتراف بالخارج هو يلي بيعمل فوتبول بلبنان. الدور الرابع مهم لأنه هو بيأسس لجيل بيقدر بيوم من الأيام، إذا مش بال 2014 بال 2018 ليش لأ، نحن رح نلعب بنهائيات كأس العالم بركي، إذا مش بالبرازيل بروسيا إذا الله راد.